وسادة أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم وسط محاولات حشد الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ودفع نحو إحياء عملية السلام وحل الدولتين التقى وزراء خارجية دول حوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية ضمن أعمال المنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط في نسخته الثامنة برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسيه والامنيه نائب رئيس المفوضيه الاوروبيه جوزيف بوريل جنبا الى جنب مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه وشؤون المغتربين الاردني ايمن صفضي وبمشاركه وزير الخارجيه سامح شكري وانعقدت النسخه الثامنه من المنتدى الاقليمي للاتحاد من اجل المتوسط في توقيت بالغ الاهميه بالنظر الى الاوضاع الحرجه التي تمر بها المنطقه وتباين في مواقف الدول الاعضاء من الحرب الدمويه التي يشهدها قطاع غزه الا انها تعد في الوقت ذاته فرصه مهمه لتبادل وجهات النظر ازاء المشهد المعقد بقطاع غزه والدفع نحو تعزيز التعاون الاقليمي والجهود الراميه الى الضغط نحو وقف اطلاق النار لحمايه المدنيين الذين يتعرضون لمعاناه انسانيه غير مسبوقه حول اجتماع وزراء خارجية حوض المتوسط يدور حوارنا اليوم مع الأستاذ عطف صقر مدير تحرير الأهرام برحب بسيادتك معنا أهلا بسيادتك فندم والله استأذنك نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار في الوقت الذي تكثف فيه الجهود الدبلوماسيه على الاصعده كافه لوقف الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه ومحاوله انهاء الكارثه الانسانيه غير المسبوقه التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي الغاشم ضد المدنيين العزل، استضافت مدينه برشلونه الاجتماع الدوري الثامنه لمنتدى الاتحاد من اجل المتوسط الذي يضم وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي والدول المطله على البحر المتوسط. وتضمن جدول اعماله بند رئيسي واحد هو رسم خارطه طريق لمستقبل قطاع غزه وفلسطين بكاملها بعد الحرب وشهد المنتدى رفضا قاطعا من جانب الوفود العربيه ان يتضمن البيان الختامي اشاره الى حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها في حين اتجهت المساعي الدبلوماسيه الى التركيز على الدعوه لعقد مؤتمر دولي لتسويه النزاع على اساس حل الدولتين وفي كلمته خلال اجتماعات المنتدى دعا وزير الخارجيه سامح شكر الدول الاعضاء بالاتحاد من اجل المتوسط الى اتخاذ مواقف قويه لدعم تنفيذ وقف فوري لاطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لاحتواء تداعيات الازمه الكارثيه على القطاع والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، مطالبا بالاعتراف بدولة فلسطين دون شروط مسبقة، والضغط من اجل تنفيذ حل الدولتين على اساس مقررات الشرعية الدولية، معربا عن تطلع المجموعة العربية والاسلامية لدعم القرار الذي تطرحه المجموعتان امام مجلس الامن. واختتم وزير الخارجية مداخلته بالتأكيد على الموقف الرافض بشكل قاطع لسياسات الجانب الاسرائيلي التي تهدف إلى التهجير القسري لسكان القطاع من أراضيهم. كانت المواقف التي صدرت عن بعض اعضاء الحكومه الاسبانيه من الحرب الدائره في غزه قد تسببت في ازمه دبلوماسيه بين مدريد وتل ابيب، تم على اثرها استدعاء سفراء الطرفين للاحتجاج على تلك المواقف، حيث دعت وزيره الحقوق الاجتماعيه في اسبانيا ايلوني بلارا الى احاله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى المحكمه الجنائيه الدوليه لارتكابه جرائم حرب واباده ضد الشعب الفلسطيني. أكرر الترحيب بضيف الكريم الأستاذ عطف صقر الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام أهلا وسهلا بسيادتك أهلا بسيادتك فندم والسادة المشاهدين أهلا وسهلا آه ماذا عن اجتماعات آه الاتحاد من أجل المتوسط والتي عقدت في برشلونة وهل لها من تأثير على مجريات الأحداث خصوصا الحرب الدموية التي تشن على قطاع غزة الآن آه يعني بالنسبة لاجتماع برشلونة اللي هو الاتحاد من أجل المتوسط هذا الاجتماع أولا ضم ممثلي أكثر من حوالي أربعين دولة وطبعا الدول الأوروبية لها أهمية خاصة لأن المعروف أن فكرة قيام إسرائيل نفسها كانت يعني بناء على وعد أوروبي والدول العربية طبعا الطرف الآخر اللي هي الإسلامية اللي هي كانت ممثلة بشكل مباشر او غير مباشر في الاجتماع ايضا لها ثقلها ومتمثله في انها تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بشكل كامل وبخاصه حقه في اقامه دوله مستقله وعاصمتها القدس الشرقيه فبالتالي الحضور في هذا الاجتماع له اهميته وايضا الظروف المحيطه بالاجتماع لها اهميتها وهو ان واحده من اطول واعنف جولات القتال خلال الصراع الاسرائيلي الفلسطيني يعني كانت اخذت هدنه للتو خلال انعقاد الاجتماع بعد ان ظهرت يعني خسائر كبيره جدا لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وطبعا خسائر ضخمة جدا لدى الجانب الفلسطيني 1200 ألف قتيل عند الجانب الإسرائيلي حوالي 15000 لدى الجانب الفلسطيني وحوالي 35000 ألف جريح لدى الجانب الفلسطيني ودمار هائل يذكر العالم بما جرى في حرب العالمية وبما... وله تاثير بعض البعض وصفه انه كان اقرب الى تاثير يعني القنبله النوويه فبالتالي كان في تصعيد خطير للعنف المسلح في هذه المنطقه و ف ف ف ف هذا ايضا رد الفعل الاوروبي يعني احنا شهدنا مظاهرات اكبر مظاهرات مؤيد مؤيده للفلسطينيين وايضا مظاهرات لاسرائيل لدى بعض الدول الاوروبيه فطبعا معروف ان الدول الاوروبيه دول ديمقراطيه وتتاثر باتجاهات الراي العام وهذا يحرك حكومتها كما ان هناك ولكن هناك اياد خفيه للوبي الصهيوني في كل دوله اوروبيه، احنا فاكرين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لما يعني قال تصريح مساند للفلسطينيين وادان ما يحدث في قطاع غزه يعني تم توبيخه من الدبلوماسيين في الخارجيه الفرنسيه وطبعا عارفين اسرائيل قالت عليه ايه. هل الراي العام الاوروبي يستطيع ان يتغلب على اللوبي الصهيوني المنتشر في كل دوله اوروبيه ويعني يتكتل في الولايات المتحده الامريكيه؟ يعني اللوبي الصهيوني بالنسبه لاحداث غزه نقول ان الجانب الفلسطيني زاد رصيده ولكن هذه الزياده ليست بالضروره ان تهزم اللوبي الصهيوني ولكن هي على الاقل زياده ايجابيه لصالح الجانب الفلسطيني ومعروف ان هناك من اتهم القيادة الإسرائيلية بأنها ارتكبت جرائم حرب ومعروف أيضا أنه سبق لبعض المحاكم في أوروبا أن هي أصدرت أحكاما ضد قادة إسرائيليين وأصبحوا لا يستطيعون أن تطأ أقدامهم بعض الدول الأوروبية بسبب هذه الأحكام فبالتالي الرأي العام له أهميته بالنسبة للمستقبل يعني يعني بالنسبه للمستقبل يعني حتى رئيس وزراء ايرلندا ادان ما يحدث في غزه م. وطلع احد الوزراء بالحكومه الاسرائيليه وقال له انت فقدت بوصلتك الاخلاقيه م. فيعني اسرائيل تتحدث بوقاحه شديده جدا يعني وترفض الاعتراف بانها ترتكب جرائم حرب يعني الغرور الاسرائيلي والوقاحه الاسرائيليه هي مؤشر على بدايه النزول م. وليس استمرار الصعود م. فالجانب الأخلاقي جانب مهم جدا وارتكاب الجرائم في غزة هو معبر عن انخفاض الجانب الأخلاقي لدى إسرائيل و و و ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني من خلال ما ارتكبته من مذابح يعني جماعية عمليات تهجير جماعي ووجود نوايا للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من اراضيهم الى مناطق اخرى طيب يعني في دلوقتي هدنه امتدت ليومين اخرين ده شيء جيد لكن في نفس الوقت رئيس اركان الجيش الاسرائيلي بيصرح بانه بعد انتهاء الهدنه سنشن حربا بلا هواده ضد حركه حماس برايك هل هذا مجرد تهديد مايكروفوني بحت ولا هو يعني قابل للتنفيذ بالفعل بعد انتهاء يومين اضافيين من الهدنة؟ يعني هو طبعا اللي هو التهديد قابل للتنفيذ لان هناك وسائل اسرائيليه يمكن ان تنفذه يعني متمثله في الطائرات متمثله في القوات البريه متمثله في اعاده تنظيم الصفوف بعد ايام الهدنه لكن في نفس الوقت الجانب الفلسطيني اللي هو حماس التزم بعمليه ضبط النفس طبعا ضبط النفس لدى حماس معناها ان هو محاوله للابقاء على ما على قوات حماس على يعني على القوى العسكريه لدى حماس على الارواح المدنيين الفلسطينيين اللي هم الضحايا الاساسيين لهذا الصراع المسلح على الممتلكات الفلسطينيه اللي ممكن تتعرض لدمار اكثر فبالتالي الـ 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 يعني الامور يعني هذه التصريحات لا ناخذها بمفردها ولكن ناخذ فيها الاعتبار يعني الجهود الدوليه المبذوله لدى الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني وامكانيه آآ تقديم آآ يعني تقديم يعني مقاربات يعني تقلل من احتمال استمرار الصراع وتصل الى وقف اطلاق نار. يعني منها ضمن هذه المقاربات اللي هو الاستمرار في اطلاق في تبادل الاسرى والسجناء، الاسرى الاسرائيليين والسجناء الفلسطينيين وايضا استمرار المعونات الانسانيه تدفق المعونات الانسانيه الى قطاع غزه، ده ممكن ان يساهم يعني في التهدئه وبالتالي التصريحات الاسرائيليه اللي هي العنيفه يمكن ان تصل الى مرحله عدم التنفيذ. طيب يعني معروف في قاعده تاريخيه بتقول ان الدماء لا تجلب الا مزيد من الدماء. هل اسرائيل على استعداد انها تستمر في المسلسل الدموي في غزه وفي الضفه الغربيه الى ما لا نهايه؟ ولا قد ياتي وقت تستمع فيه لصوت العقل وتقنع وتقبل بحل الدولتين؟ يعني هو اسرائيل قد ياتي الوقت لان تتعقل وتضبط نفسها لان استمرار الحرب من الجانب الاسرائيلي يقلل من هيبه اسرائيل. يعني اسرائيل كانت هم حاسين انهم مهانين ان حركه مقاومه مسلحه زي حماس الحقت بهم هزيمه في السابع من اكتوبر اهانت الجيش الاسرائيلي ونظريه انه جيش لا يقهر وان كنا احنا يعني كشفنا ان النظريه دي في شنك في حرب اكتوبر سنه 73 فهم يعني حاسين باهانه شديده وعايزين يردوا الاهانه وبالتالي بينتقموا انتقام الجبابره من المدنيين والاطفال الرضع والنساء والشيوخ هو الانتقام من المدنيين في تقديري يعني ليس هدفه يعني استعادة الكرامة للجيش الإسرائيلي م. ولكن هدفه هو إجبار المواطن الفلسطيني العادي على النزوح من الأرض م. على أن يهاجر أرض يهاجر من أرضه م. لأن إسرائيل ما يهمها أن تكون أرض أن تكون أرضا بلا مواطنين فلسطينيين م. فده ده, ده السبب في استهداف المدنيين في تقديري آه الـ 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 لكن بالنسبة لموضوع محاولة الجيش الإسرائيلي استعادة كرامته هو إحنا زي ما ساعتك تفضلت وأشرت إلى حرب أكتوبر 73 وأن هي بددت وهم أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر فأيضا حزب الله اللبناني استطاع أن يحقق انتصارا سياسيا آه وعسكريا في و و و 2006 وبالضبط و و و و وتو و و وتوازن في الردع يعني بينه وبين اسرائيل واظن هو هذا ما كانت يعني ربما حماس تسعى اليه لكن انا بشك في ان العمليه اللي حصلت دي كلها كانت اسرائيل لها تخطيط فيها حتى منذ البدايه بالرغم يعني اسرائيل هي التي سمحت لحماس بانها تقوم بالعمليه دي يوم 7 اكتوبر وان الناس من عندها يتاثروا وان يعني جنرالات في الجيش الاسرائيلي يتم اسر بعضهم بالملابس الداخليه؟ يعني حتى لو هي مخططه تقبل اسرائيل على نفسها بالظهور بهذا المنظر المهين جدا؟ هي يعني في دراسه في دراسه اجراها يعني ضابط اسرائيلي م. ومنشوره يعني كانت بتضع هذا الاحتمال م. احتمال ان احد الطرفين يقوم بمغامره ويرد عليه الطرف الاخر بقوه يعني بردا غاشما وهو هذا ما حدث بالضبط ان كان في يعني مغامره من حماس وليها نتائج ورد عليه الجيش الاسرائيلي بما اوقعه من خسائر يعني بشريه وماديه والهدف النهائي حتى ان نتنياهو في بدايه الحرب قال ان ان الخريطه ستتغير في الشرق الاوسط طب هل استطاع ان يفعلها يعني هو قال لك انا هغير خريطه الشرق الاوسط ويعني قالها ببجاحة يحسد عليها هل استطاع أن يفعل هذا؟ يعني احنا عارفين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر والقوات المسلحة المصرية رفضت رفضا باتا وقاطعا تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء الأردن فعلت نفس الأمر ورفضت تهجير فلسطينية الضفة الغربية إلى الأردن إذا يعني الواضح كده أنه رجل يهرف بما لا يعرف يعني هو اللي اتنشر في دراسه لضابط اسرائيلي في معهد واشنطن ان ان الحرب القادمه اللي هي دي م. هي الحرب الاخيره م. وانه هيعقبها حصول اسرائيل على ضمانات امنيه وعسكريه م. وده اللي جاري يعني ده ده اللي بتاع ده, ده اللي جاري دلوقتي ان اسرائيل يعني انا في تقديري ان اسرائيل بتتجه الى الحصول على ضمانات عسكريه وامنيه متمثلة فيه حتى بعض التصريحات العربية عن دولة منزوعة السلاح. دي في حد ذاتها ضمانات أمنية معنى مش كده مش إن إسرائيل آه. آه. يعني بدأت تقتنع بفكرة حل الدولتين وإن الدولة الفلسطينية تقوم على حدود الرابع من يونيو عام 67 ولا يعني دي من قبيل التصريحات اللي هي بتقال الاستهلاك الإعلامي فقط هي اسرائيل اللي حسب علمي انها موافقه على بند واحد اللي هو اللي هو دوله من دوله منزوعه السلاح لكن حدود هذه الدوله يعني غير محدده عاصمه هذه الدوله غير محدده فبالتالي هو يعني ال كمان ال كمان المكاسب اللي تاخذها اسرائيل يعني ملاحظ ان اسرائيل كانت بدات تاخذ مكاسب قبل ان توافق على الدوله من خلال تطبيع بعض الدول العربيه معها وتطبيع اقتصادي زي ما هي عايزاه فبالتالي المعادله يعني مختله في المنطقه. طيب يعني مصر بتعمل منذ اللحظه الاولى لهذه الازمه على احتوائها وعلى الوصول الى حل الدولتين. كيف ترصد حضرتك الجهود المصريه والجهود الحثيثه التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا الجهود المصريه جهود تخدم المصالح الوطنيه المصريه وتخدم المصالح الفلسطينيه يعني بالنسبه للمصالح الوطنيه المصريه ان هي وقفت موقفا حاسما تجاه منع التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء كما كانت تريد إسرائيل أيضا الوجه الإنساني لمصر تعزز من خلال يعني عمليات الإغاز الإغاثة اللي هي اللي قدمتها مصر إلى غزة وعمليات علاج المصابين وخاصة الأطفال وده حسن صورة مصر لأن إسرائيل كانت بتبرر حصارها لغزة بأن هناك أيضا حصارا مصريا على غزة لكن ده طبعا كان غير حقيقي ده بس و... للمعلومية معبر رفح كان مفتوح ويعني الأونروا قالت إن قبل الحرب يوم 7 أكتوبر كان بيدخل قطاع غزة يوميا 500 شاحنة بتحمل م. المساعدات والإغاثات وإن قالت إن دلوقتي إسرائيل هي اللي ما بتسمحش بدخول أكتر من 200 شاحنة ده يوم يعني ما تبحبح المسألة قوي والاونروا قالت برضو ان القطاع حاليا بعد ما حدث محتاج لحوالي 700 شاحنه يومين يبقى ازاي كانت مصر بتحاصر قطاع غزه كما يقول بعض المغرضين. ما انا بقول لساعتك هو اللي حصل ان المواقف المصريه كشفت زيف الادعاءات اللي حاولت تشوه يعني دور مصر الحقيقي المساند لاشقائه لاشقائه الفلسطينيين. فمصر استطاعت ان هي يعني تخدم مصالحها الوطنيه من خلال منع التهجير القسري الى الى سيناء تحسين صورتها ايضا الوطنيه وتحسين صورتها عربيا ومحاوله ودوليا ومحاوله تشويهه بانه يشارك اسرائيل في الحصار مصر ايضا لعبت دورا في عمليات اللي هو التهدئه وتبادل الاسرى نعم وبالتالي ده عزز ان مصر لها دور اقليمي انها دوله لها دور اقليمي انها دوله يعني قادره على التنسيق حتى مع يمكن ان نقول من اختلفوا معها سابقا زي قطر. يعني لكن مصر عشان المصلحه الفلسطينيه وعشان المصلحه المصريه طبعا نسقت مع قطر ونسقت مع مع الولايات المتحده وقدرت ان هي من خلال هذا العمل المشترك ان هي تساهم في نقطة يعني لصالح الشعب الفلسطيني وهي التهدئة لأن هذه التهدئة بالتأكيد أنقذت آلاف الأرواح الفلسطينية من آلة الحرب الإسرائيلية وأنقذت الممتلكات الفلسطينية وأيضا أصبحت نقطة انطلاق لإمكانية وقف دائم لإطلاق النار وأصبحت أيضا نقطة انطلاق لجهود دولية نحو خطوه للتسويه السلميه على المدى البعيد طيب عربيا لماذا لم يجتمع العرب على موقف اقوى مما رايناه على الساحه الدوليه هم اي العرب هل فقدوا كل اوراق الضغط التي كانوا يمتلكونها ام انهم لا يرغبون اصلا في استخدامها هو يبدو ان هناك تحولا عربيا في الفتره الاخيره يعني بمعنى ان الخيار العسكري ضد اسرائيل لم يعد هو الخيار المفضل وعلى بالنسبه على المستوى الفلسطيني يعني هو ممكن يبقى ممكن يبقى على الاقل على المستوى العلني احنا على المستوى السري لا نملكه لكن على المستوى العلني يبدو ان الجانب العربي تخلى عن عموما يعني انا ما بشكل عام دون تحديد اه بشكل عام ولكن طبعا في استثناءات في نفس الوقت في اولويه لان الازمه الاقتصاديه اللي هي العالميه اللي تاثرت بها الكثير من الدول العربيه بتجبرها يعني على ان هي تجميد الخيار العسكري حاليا حتى لان الخيار العسكري يحتاج الى نفقات هائله وتم تجريبه قبل, قبل ذلك وترتب عليه تراجعوا في مستوى مستويات الحياه في بعض الدول العربيه وايضا الجانب العربي في بعض الدول وفي حكام بيستعدون لتوالي الحكم ولا يريدون ان يعني يقدموا مشروعات يعني تلبي احتياجات بعض احتياجات شعوبهم عشان كده الجانب العرب الجانب العربي كمان اللي يعني فيه يعني هناك من يقول العرب قدموا جوائز لاسرائيل م. قبل ان تقدم اليهم اي شيء على الاطلاق يعني في م. قمه بيروت سنه 2002 الامير عبد الله اللي هو كان وقتها ولي عهد المملكه العربيه السعوديه م. قدم مبادره الارض مقابل السلام م. وصل العرب الى انهم قدموا السلام مقابل السلام ونسوا موضوع الارض او اصبح يعني بياتي في عباره كده خافته في اي حديث او حوار. ماذا تقول؟ يعني هو هو حصل يعني الامير عبد الله اللي هو فيما بعد اصبح الملك عبد الله الملك عبد الله ملك المملكه بالزبط. العربيه السعوديه عليه رحمه الله عليه رحمه الله. <applause> ده كان رجل يعني مستقل كان عنده قدره ماليه وكان عنده رؤيه يعني شخصيه هو و... كان رجل عروبي بالظبط وكان رجل عربيا فبالتالي قدم على اساس مبادئ عربيه الارض الارض مقابل السلام م. لكن هناك تغيرات حصلت في الوقت الحالي م. انا ما اعرفش مسموح ان انا اقولها ولا لا بس يعني عشان ما اوقعش في ورطه فيعني في مثلا انه حاكم عربي او انه تورط مثلا في فيما يحتاج الى يعني دعايه صهيونيه في الغرب فبالتالي بيقدم يعني نوع من مد اليد مع اسرائيل طيب شرعيه على على حكم القادم يعني لماذا يتشدق الغرب بحقوق الانسان في مناطق وفي مناطق ثانيه لا يعني مثلا في اوكرانيا كلما ما الرئيس الروسي يشن عمليه عسكريه تقوم الدنيا ولا تقعد وهو مجرم حرب ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بينما إذا قتلت إسرائيل الشيوخ والنساء والأطفال فهي تمارس حق الدفاع عن النفس يعني متى يتوقف الغرب عن هذا النفاق؟ لن يتوقف الغرب عن هذا النفاق ولن تتوقف العديد من دول العالم عن هذا النفاق يعني هذا لما حاكم يضرب شعبه ويقتل منه مئات الألاف ولا يجرؤ بعض الحكام مثلا على ان يدينوا يعني هذا الحاكم وما فعله بشعبه، ما هو ده تناقض. فبالتالي التناقضات عمليه منتشره على مستوى العالم. يعني مش ما هياش يعني ما يعني ما الغرب فقط يعني، بس الغرب عشان يعني إيه, إيه, ايه الاعلام عنده حر واحنا عندنا حر حريه ان نتكلم عن الغرب، فبالتالي التناقضات موجوده في العديد من دول العالم. يعني لا نستطيع ان نتحدث عن التناقض في الصين مثلا بس يعني الغرب بما له من دول لها حق الفيتو في مجلس الامن تستطيع ان تحرك الاساطيل والقوات كما نشاهد الان حملات الطائرات الامريكيه في شرق المتوسط يعني له تاثير قوي في مجريات الاحداث وهو الذي يحركها ولا نستطيع ان نقارن الغرب بما لديه من قوه عسكريه واقتصاديه بدول العالم الثالث التي ربما تبحث عن لقمه العيش ولا تجدها يعني فالمقارنه يعني هو هو صحيحة في زعمي يعني المبدا واحد المبدا واحد ينطبق على الشرق وينطبق على الغرب فهناك مخالفه للمبدا على مستوى الشرق وعلى مستوى الغرب ولكن نحن ننتقد الغرب لانه هو زي ما حضرتك تفضلت لأنه هو الاقوى ولانه هو والذي يستطيع ان يحرك آه هو, هو, آه هو, آه هو آه يعني يم... مجريات الامور في في الكثير من القضايا والمشاكل طب اذا يعني معنا عبر الهاتف الاستاذ آه الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات آه أحييك في البدايه دكتور مختار واسالك سؤال سالته لضيفي للتو لماذا الغرب يحرك الاساطيل يدين ما فعله بوتن بأوكرانيا ويصف أوكرانيا بالمغلوبة على أمرها بينما يحرك الأساطيل دعما لإسرائيل فيما تفعله في غزة قلت لضيف الكريم وأقول لك متى يتوقف الغرب عن هذا النفاق أه يعني أه سعادتك أطلقت عليه نفاق والكثيرين من الممكن أن يطلقوا عليه نفس هذا اللفظ باعتبار ان النطاق امر مرتبط بالعداله حتى ولو كانت عداله سياسيه او عداله انسانيه لكن انت في الاول وفي الاخر امام مصالح وهذه المصالح والرؤى تتباين فيها لو ادركنا حجم اهميه اسرائيل بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه والغرب مش هنتكلم على نفاق ولا هنتكلم عن شرعية دولية ولا هنتكلم عن قواعد قانون دولي اه وإحنا دايماً خلينا أقول لك أنه قواعد الشرعية أو القانون الدولي اه أو القرارات الأممية أو غيره اه حديث الضعفاء اه حديث الكبار عندما يحققوا أمر وحديث الضعفاء عندما يستغيثوا بأمر فالأمر مختلف الامر الثالث ومش هاخدك لكلام فلسفه عمرو بيه، الامر الثالث وده امر مهم جدا انك انت عندما تتعامل او تتحدث عن تعاطي العالم الغربي والولايات المتحده الامريكيه مع قضايا منطقه الشرق الاوسط بالعموم بالعموم والقضايا المنتشره حول العالم هتلاقي اليات التعاطي مختلفه بالكليه لانه منطقه الشرق الاوسط هي منطقه الرجل المريض اللي تتكالب عليه القوى الاقليميه والقوى الدوليه لتحقيق اغراضها او مصالحها. وهل انت من الممكن ان تتصور انه في اجتماع القمه العربي الاسلامي كان الخلاف دائرا حوالين القواعد العسكريه الموجوده داخل دول في العالم العربي ومنطقه الشرق الاوسط واليات امداد هذه القواعد بالاسلحه الاسرائيليه وقدره الدول اللي موجوده فيها هذه القواعد على منع ده هل تتصور ان من الممكن ان يكون هناك حديث مرتبط باستخدام المجال الجوي لإسرائيل او لدول تساعد اسرائيل عسكريا وقدرتك في التحكم في ده وغيره من مثل هذه الامور مش عايز اخدك للكثير جدا من من هذه القواعد باعتبار ان هذه القواعد اصلا عند اصحاب المشكله وعند نفسها هناك تباين كثير كبير جدا في الكثير جدا من اليات التعاطي معها وقبل ما تطلب من المجتمع الدولي ان يكون منصفا عليك ان تطلب من اصحاب القضيه ان يكونوا اكثر انصافا في التعاطي فيها وان يكونوا اكثر قدره في التعبير عن ذاتهم وانا اتصور وانا رجل معاصر التحليل السياسي والاكاديمي منذ اكثر من عشرين سنه دايما وابدا الحديث عن نظريه المؤامره والحديث عن الفقه الدولي والحديث عن قواعد حضور الدوله والشرعيه الدوليه وغيره مثل هذه الامور ونحن ندرك ان حجم من صدر من قرارات امميه مرتبطه بالقضايا الخاصه بنا تعدى ال1000 قرار اممي اذا كنت بتتحدث عن القضيه الفلسطينيه على سبيل المثال 745 واضيف اليهم قرار صدر اثناء الصراع بعد 7 اكتوبر بقى 746 وهناك 97 قرار من مجلس الامن واضيف اليهم قرار اخر ما تنساش عبر بيه بضروره الايقاف الى هدى انسانيه متكرره فبقوا 98 وعندك 96 قرار صادر من مجلس حقوق الانسان وناس بتطلع سياسيين كبار يتحدثوا عن الشرعيه الدوليه وقواعد القانون الدولي وضروره تطبيق هذه الشرعيه وهم يدركوا ان حتى الاساس القانوني لقيام دوله اسرائيل هو قرار امم 181 سنه 47 وهناك تعهد من متشارين بتعزيز انضمام الدوله الثانيه اللي هي انضمام الدوله الفلسطينيه الى الامم المتحده ورغم ذلك لم يتم ده ولم يكن هناك ضغوط من العالم العربي او الاسلامي او منطقه الشرق الاوسط لده فانت طيب. خضعت بشكل او باخر لاراده كبار واراده دول وبشكل او باخر بدات تشتكي من اليات التعامل مع اسرائيل واليات التعامل مع العالم العربي طب انت ردك فعلك ايه الرسمي وردك فعل ايه الشعبي وردك فعل ايه المؤسسي على هذا النطاق ان صح التعبير ماشي او على هذا الكيل بن او على هذا التباين في المواقف في هو مرتبط ده هل اخذت موقف من العالم الغربي او الولايات المتحده الامريكيه وانت تدرك مدى انصاف هذه الدول لاسرائيل ومدى كيدها وعدم انصافها للقضيه العربيه مثلا على سبيل المثال طب إيه يا اخي حجم ردود الافعال على نقل السفاره الامريكيه من تل الى القدس وقيس حجم ردود الافعال على وضع السياده الاسرائيليه على حضره الجولان وإيه ردود يعني أنا الحاجة. يعني أدرك كما تفضلت حضرتك أنها بتبقى ردود فعل يعني باهتة يعني تتراوح بين الاستنكار والشجب والرفض والمطالبة بضبط النفس في أحيان كثيرة لكن دعني أسألك دكتور مختار هل الهدنة والتي مدت ليومين تعتبر انتصارا للمقاومة الفلسطينية على إسرائيل وبرأيك هل السيناريو القادم هو استئناف الحرب ام التباحث من اجل حل الدولتين؟ طب عمرو بيه انا هاخدك لتلغرافات لان انا عارف دلوقتي ربما ما يتعتناش الواشنطن بوست تتحدث ان مدير السي اي اي وصل الى قطر لعقد اجتماعات للتوصل لصفقه موسعه بين المقاومه واسرائيل واحد اثنين حديث الاعلام الاسرائيلي او اعلان الجيش الاسرائيلي تحديدا بان حجم الاصابه آه اللي بنيت للجنود والضباط الاسرائيليين وصلت الى 1000 منهم 202 بروح خطيره. هذا الاعلان لم يكن اثناء الصراع ولم يكن موجود اثناء الحرب باعتبار ان اثناء الصراع واثناء الحرب عندهم قاعده كده بيسموها الصواب حول العالم. بمعنى انك انت عليك انك انت تتقيد بروايه رسميه حتى ولو كانت غير صادقه واترك ده لبعد انتهاء الصراع وعشان كده القاعده اللي جايه بعدها كده اسكتوا فنحن نطلق النار الأمر الثالث وده أمر مهم جدا إنه حديث الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستواصل الضغط لاتخاذ خطوات لأنه الشعوب استنكرت والعالم واقف على كعبه واقف على كعبه إنسانيا على فكرة واقف على كعبه إنسانيا في المقام الأول من هول وترويع ما رآه رأي عين من صريخ اطفال ومن عويل نساء ومن أمين رجال وما هو تحت الانقاض وما هو فوق الانقاض. والعالم يتحدث انه اكثر من نصف قطاع غزه ابيدت خلاص انتهت. كل هذه الامور تقول انك انت قادم الى شكل من اشكال التسويه، شكلها ايه؟ شكل اداره هذا التسويه ايه؟ هل المقاومه هتنجح في تبييض السجون مقابل الافراج عن العسكريين؟ هل هناك تفاوض بهذا الشان؟ هل اطلاق النار انتجدد؟ هيستطيع الدول الكبرى ان تضمن او ان تحيد ضغط الشارع والا تضمن ان تتجه منطقه الشرق الاوسط خصوصا ان الاطراف المقاومه مستنفره للغايه خط السفن شغال قصف القواعد العسكريه الامريكيه داخل العراق شغال حزب الله على مشارف تضبيط نفسه لان يدرك ان تجدد الصراع لا يوجد بديل امامه لان تجديد الصراع معناه ضرب جنوب غزه وضرب جنوب غزه معناها خط احمر مصري ومعناها خط احمر اردني بالنسبه لما هو حدث في الضفه الغربيه فالقادم عمرو بيه ضبابي تستطيع ان تستنتج منه الكثيرين لكن لا تستطيع ان تؤكد شيء واحد قاطع خاص به. ضيفي الكريم والعزيز عبر الهاتف الاستاذ الدكتور مختار غباشي اشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر الهاتف. أه برجع لحضرتك استاذ عاطف صقر الكاتب الصحفي بالاهرام اهلا بحضرتك, أهلا أهلا بحضرتك. أه يعني الاساطيل الموجوده في شرق المتوسط هل ساهمت في أه يعني تهدئه الصراع ام انها قد تكون سببا في تاجيج الصراع في المستقبل خصوصا ان امنها غير مضمون أه والناس كثيره بتسال هي حماس مستهله حامله طائرات هو طبعا حاملة الطائرات الأمريكية جاية طبعا لتعزيز إسرائيل والواضح أن هي كانت بتستهدف حزب الله اللبناني مم. وبتستهدف إيران اللي هي بتقف وراء حزب الله اللبناني واللي هي الميليشيات التابعة ليها بتضرب القاعدة الأمريكي القواعد الأمريكية في, في في العراق في الشرق يعني لا. في المشرق مم. فده ده فبالتالي ما يعني وبعدين في انا بس اللي أعلى طبعا لا استطيع ان انا اتحقق من صدق هذه المعلومات ان في قوات امريكيه نزلت غزه فعلا واتضربت فبالتالي قيل حتى ان بين الاسرى جنود امريكيين من آه. المارينز يعني آه. فبالتالي آه. هي هو 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 طبعا الهدف كان يعني كان ضرب حماس لان هو الاستهداف لحماس كممثله لايديولوجيه يعني ما ما يعني مرفوضه من العديد من دول المنطقه ف... طيب. طيب يعني بايدن وما قاله انه يرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه لسيناء المصريه ويرفض تهجير فلسطينيه الضفه العربيه الى الاردن م. هذا القول لبايدن هل هو قول استراتيجي للإدارة الامريكيه ام انه يعني قول تكتيكي حتى تمر الازمه وبعد ذلك يقول لكل حادث حديث هو الواضح انه انه قول استراتيجي لان لان مصر والاردن من الدول وثيقه العلاقات مع الولايات المتحده وايضا بايدن تكلم عن حاله من يعني حاله من شكل من اشكال الدوله فطبعا الدوله زي ما حضرتك عارف تحتاج الى شعب وتحتاج الى شعب فوق ارض وتحتاج الى حدود ف وبالتالي كلام بايدن كلام استراتيجي. تعتقد هذا يعني آه. وتثق في تصريحات الامريكيين؟ آه. على الاقل اه. طيب آه. عموما ان غدا لناظره قريب وندعو الله سبحانه وتعالى ان يحمل كل الخير لاشقائنا الفلسطينيين ان شاء الله ولكل المنطقه العربيه ان شاء الله. انا آه. بشكر حضرتك ضيفي الكريم العزيز الاستاذ عاطف صقر الكاتب الصحفي بالاهرام نورتنا آه شكرا لحضرتك والأسرة التلفزيون كلها والمشاهدين جميعا شكرا يا فندم شكرا موصول لكم مشاهدينا في كل مكان نلقاكم دائما على خير ان شاء الله في امان الله